السلام عليكم. اليوم بحسب إن شاء الله استهلاك البنزين للكراون فيكتوريا. الكراون فيكتوريا اللي معانا اليوم 2011 أمريكي، استخدام أمريكي. فأول شيء بعبي السيارة فل داخل الآن المحطة، وبأشرح لكم إن شاء الله الطريقة بعدها. السلام عليكم. حبي فل بالله فل. ايوه الان عبيت السيارة فل، وبأصفر عداد المسافات، وبرضه بصفر الكمبيوتر اللي يحسب الكمبيوتر السيارة اللي يحسب صرفية البنزين. فبقطع مسافة إن شاء الله، مسافة 150-200 كيلو متر، وبعدها برجع المحطة بعبي فل مرة ثانية، وبأقسم المسافة المقطوعة على عدد اللترات اللي احتاجتها السيارة عشان تتعبى فل مرة ثانية. تطلع لنا المسافة المقطوعة، المسافة اللي قطعتها السيارة كيلو متر لكل لتر. والمشاوير اليوم معظمها بتكون في الطرق السريعة، وعادة السيارات في الطرق السريعة استهلاكها للبنزين أفضل من داخل المدينة، لأن التوقف والتسارع داخل المدينة يستهلك بنزين، ما عدا سيارات الهايبريد أو السيارات الهجينة، فاستهلاكها للبنزين داخل المدينة أفضل من الطرق السريعة، لأن فيها نظام اسمه Regenerative Braking. النظام هذا لما تيجي تهدي يحول لك الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تشحن البطاريات، فيصير اعتماد السيارة داخل المدينة على البطاريات أكثر من محرك البنزين. فلو تروح نيويورك تشوف التكاسي هناك معظمها الآن سيارات هايبريد، لأن استهلاكها للبنزين داخل المدينة أفضل بكثير. فنرجع للكراون فيكتوريا. الكراون فيكتوريا أنا صار لي أستخدمه فترة طويلة، أشوف استهلاكه للبنزين ما شاء الله جيد، بالرغم من مساحته الكبيرة. السيارة ما شاء الله وسيعة جدا، تأخذ 6 ركاب، وشنطة السيارة مرة كبيرة. عندي أنا جران شروكي، وأشوف مساحة الشنطة الثنتين نفس الشيء، كلهم يأخذون تقريبا نفس كمية الأغراض. فبأمشي إن شاء الله مسافة 150-200 كيلو متر، وبعدها بأرجع للمحطة ونشوف كيف استهلاك البنزين. بوقف التصوير الآن ونشوفكم بعدين إن شاء الله. الآن أنا متجه للمحطة، قطعت مسافة 228 كيلو متر تقريبا، 75% منها في الطرق السريعة و 25% داخل المدينة. وكمبيوتر السيارة يعطيني كم؟ 9.6 لتر لكل 100 كيلو متر، صرفية جيدة. فبنشوف نعبي فل ونشوف كم الحساب اليدوي طلع لنا استهلاك السيارة. فعبيت السيارة فل، السيارة أخذت
استهلكت 22.9 لتر، وقسمت عداد المسافة، المسافة اللي قطعناها وهي 228.4 كيلومتر على 22.9، أعطانا استهلاك السيارة 10، السيارة تقطع مسافة 10 كيلومتر لكل لتر تستهلكه، فاستهلاك البنزين ما شاء الله جيد جدا. والاستهلاك هذا زي ما قلت معظمه في الخطوط السريعة، داخل المدينة بيختلف بيكون أقل. فإذا عبيت السيارة فل، سعة خزان البنزين للكراون فيكتوريا 72 لتر، إذا عبيت السيارة فل على الاستخدام هذا معظمه في الطرق السريعة بيمشيك تقريبا 720 كيلو، داخل المدينة بيكون أقل من كذا بكثير، ممكن 500-550. والشيء اللي يساعد الكراون فيكتوريا يكون استهلاكه جيد، أتوقع أن محركه عزمه جيد، محرك الكراون فيكتوريا العزم تبعه أتوقع 380-390 نيوتن متر، ففي الاستخدام اليومي ما يحتاج أنك تزيد دورات المحرك عن 2000 دورة في الدقيقة، لأن السيارة تتصارع معك بأريحية ما يحتاج أنك تشد عليها. والأرقام هذه مقاربة جدا لأكورد كانت معي موديل 2008 غير أوتوماتيك، في الطرق السريعة كانت تعطيني تقريبا نفس استهلاك البنزين، لكن الأكورد داخل المدينة استهلاكها للبنزين أفضل. وللأسف إن شركة فورد وقفت الكراون فيكتوريا، واحد من الأسباب اللي خلت شركة فورد توقف الكراون فيكتوريا هو استهلاكها للبنزين اللي يعتبر عالي مقارنة بسيارات الأربع سلندر الصغيرة، لأن المستهلكين في أمريكا وكندا صاروا يتوجهون لسيارات الأربع سلندر وسيارات الكروس أوفر زي الراف فور والهوندا سي آر في. فهذا المقطع باختصار، إذا أعجبك الفيديو أرجو الإعجاب والاشتراك في القناة، شكرا للمتابعة.